اتبناني رضي بيا واشتراني حن عليا اتبناني رضي بيا واشتراني حن عليا ابنه ليا شأن كبير أبويا يبقى القدير ابنه ليا شأن كبير أبويا يبقى القدير وإزاي أخاف أنا مش شرير مهما جاني اتبناني رضي بيا واشتراني حن عليا اتبناني رضي بيا واشتراني حن عليا امين 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 امين. اخواتي الغاليين فرحان جدا انه ربنا ادانا فرصه جديده ووقت رائع جديد في نقعد عند رجليه ونتعلم من كلامه الحلو حقيقي. ربنا يبارككم، بشكركم عشان وجودكم معانا، بشكركم عشان محبتكم الكبيره للرب وحياتكم الحلوه اللي بتشهد عن عمل نعمه المسيح فيها. واحنا بنرنم اتبناني شعور ممتع، شايف يعني كل وجوهكم ازاي بجد مبتسمه وبترنموا من قلبكم. شعور الواحد يحس انه ابن لشخص عظيم. تخيلوا لما اي حد في الدنيا كان يتمنى انه يكون ابن ملك او ابن رئيس او ابن شخصيه كبيره عظيمه ويكون كمان بالمره وريث يورث منه مثلا يعني بعد عمر طويل لا هيتورث ولا حاجه. بس اروع شيء بيعلمه لنا الكتاب المقدس ان احنا بجينا ابناء، بس ابناء لمين؟ ابناء للرب. في ايه بحبها خالص نفسي نبدا بيها وقتنا، يقول في انجيل يوحنا في يوحنا 1 ايه رقم 12 و13، انجيل يوحنا صح 1 الايه رقم 12 و13 بيقول ايه؟ بيقول واما كل الذين قبلوه أي قبلوا المسيح فأعطاهم سلطان. برافو عليك وشكرا. فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. ياه وحلوة الكلمة، كل الذين قبلوه أعطاهم إيه؟ سلطان. كلمة سلطان كلمة فيها قوة، مش أعطاهم احتمالية أو يعني ممكن وممكن أو يعني احتمال ولا، أعطاهم سلطان. يا على روعة السلطان ده أن يصيروا أولاد الله. لا ويكمل ويقول إيه؟ أولاد الله أي المؤمنين باسمه. باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. ولدوا من الله، خدوا حياة جديدة فأصبحوا مولودين ثانية من الله. عايز أقول لكم شيء رائع، إحساسي إن أنا ابن لله، ومن ضمن البركات العظيمة اللي بنختبرها في حياتنا مع المسيح كل الذين قبلوه، كل الذين قبلوا المسيح صدقوا فيه، صدقوا في عمل صليبه. من الحاجات الرائعة اللي بحبها إن مش بس غفرت خطاياي، يعني الغفران حلو، بس الغفران يعني أنا مثلا أخطأت في حق حد في حضراتكم، بس أنتوا أكيد هتسامحوني صح ولا؟ فمثلا أنا جاي بعتذر لك، بقول لك معلش أنا آسف إني غلطت في حقك، عارف هتقول لي إيه؟ خلاص روح أنا سامحتك. الغفران لما أنا رحت أتوب وأقول ربنا سامحني، زي العشار لو تفتكروا قرع على صدره قائلا قال إيه؟ اللهم ارحمني أنا الخاطئ. لما ربنا يقول لك خلاص مغفورة لك خطاياك، كأنه بيقول لك أنا غفرت لك، روح أنا غفرت. التبني بقى حتة أعمق وأروع، حلوة جاوي، مش بس الغفران روح أنا سامحتك، لكن التبني تعالى بعد ما غفرت لك تعالى هتكون ابن، هتكون وريث، هتكون شريك. يا رب أنا الضعيف الخاطي الشرير الإنسان الساقط، مش بس تغفر خطاياه لكنه يتحول لابن الله. شعور رهيب، شعور رائع. وأب مش زي الأب الأرضي، يعني في أباء أرضيين لما الكتاب بيقول لو ابن طلب من أبوه بيضة هل هيعطيه حية مثلا بدلها ولا حجر، كم وكم الأب السماوي. الأب الأرضي بيحب أولاده، الأب الأرضي بيخاف على أولاده، الأب الأرضي بيتعب علشان أولاده. إزاي وإزاي أبونا السماوي أب صالح، أب أروع صورة حقيقية للأبوة ممكن نتخيلها وفوق تخيلاتنا، هي حب وأبوة الله لينا. عشان كده وانتوا بترنوا وتبناني كنت حاسسكم بجد بترنموها من قلبكم، إزاي الله أبويا،
احساس رهيب وانا ماشي في الكون ده، ملك الكون، اله الكون، ابويا بيحبني، اختارني وجبلني، وانا اصبحت ابن ليه واصبحت معاه خليقه جديده. احساس رائع جدا. وبحب كمان ايه رائعه كمان نفسي اجراها معاكم. بيقول الكتاب كده في رسالة رومية صح 8، مش بس بيكلمنا عن انه مجرد بنوة، لكن بنوة حقيقية توصل لدرجة اني اصبحت وريث. فمثلا في بعض دول العالم في قوانين للتبني، فلما مثلا عيلة يتبنوا شخص يقول لك اه نتبناه نربيه نوكله نشربه نحافظ عليه نعلمه، لكن الورث لا. فاهمين الفكرة؟ فيكون يعني ابن، ابن، ويضاف اسمه على اسم العيلة، بس يجوا ساعة الورث لا. بس المستوى الحقيقي للبنوة اني مش اصبحت ابن لله فقط، لكني كمان انا ايه؟ انا وريث، اصبحت وريث. شوفوا في رسالة روميا يقول ايه؟ يقول فان كنا اولادا فاننا ورث ايضا. ياه، يعني مش بس اولاد، لا، اولاد ورث ايضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح. ورثة الله ووارثون مع المسيح. يعني تخيل انا وحضراتكم ورثة لله وورثون مع المسيح. ياه، احساس مجيد وعظيم جدا. عشان كده عايز بصراحة أركز معاكم في حتة، يمكن في ناس كتيرة مننا أو من إخواتنا المشاهدين صورة الأبوة ممكن بسبب ظروف، بسبب فقدان الأب، بسبب ظروف معينة عاش فيها اتشوهت عنده صورة الأبوة، حاسس أنه يعني في ناس للأسف في ظروف خاصة يقول لي أنا ما عشتش أبوة، أنا بكره كلمة أب أبوة. بس النهاردة ربنا عايز يجي ينور الصورة دي في عينينا من تاني. يا جماعة أبوة الله مختلفة. حتى لو كنت اتأذيت بسبب أب أرضي، حتى لو كنت تشوهت جواك معنى الأبوة الحقيقية، لو جيت النهاردة بجد تختبر وتتذوق معنى سامي راقي فخم رائع لأبوة الله. بس عشان اختبر هذا التبني وهذه الأبوة واني أكون وريث، مفيش طريق علشان اختبر هذه الأبوة إلا من خلال يسوع المسيح. في آية حلوة أقراها معاكم في رسالة يوحنا الأولى صح 5 والآية رقم 12. فيوحنا الأولى صح 5 والآية رقم 12 بتقول إيه؟ لأن من له الإبن فله الحياة. من له الإبن اللي هو شخص رب يسوع فله، شكرا برافو عليك، له الحياة. ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. من له الابن له حياة، ومن ليس له ابن الله برافو ليست له الحياة. يعني ايه؟ يعني باختصار ومن الاخر، الطريقة الوحيد لاختبار هذه البنوة هو الايمان بعمل المسيح على عود الصليب، اني اكون في المسيح، اني اختبر ازاي المسيح غير حياتي، جذبني من الظلمة الى النور، من الموت الى الحياة. فباختباري لعمل المسيح هي دي السكة لاختبار البنوة الحقيقية. أنا النهاردة نفسي أنا وإنتم ربنا يكون نور في قلبنا معنى جديد للأبوة، يكون أضاف جوانا صورة حقيقية عن معنى الأبوة. يعني بكرة وبعده فينا ناس هيكونوا أباء وفلسطينة أم مثلا وعندها طفلة رائعة، الإحساس ممتع، ربنا يفرح. وبجد نصلي لكل عيلة وكل بيت محتاجين أطفال وخلفة، ربنا يفرح الكل في اسم يسوع، وما يكونش يعني حد بيشاهدنا إلا ربنا يرضيه ويفرح قلبه. بس الإحساس ده ممتع، لكن الإحساس الأفخم والأروع نكون ابن لله. يعني فوسطينا أختنا خادمة رائعة وإنتي أم، يعني احنا بنوتتها زي العسل، واحنا من كتر ما هي حلوه عايزينها تكون معانا في الحلقات، بس هي كانت نايمه مريحه شويه للحظات جنبينا. بس عايز اسالك، احساس يعني احساس حلو ان عندك يعني بنتك وبتحبيها، وكنا شايفين ازاي بتخافي عليها بجد. ايوه طبعا، احساس جميل يعني. فتخيلي هي كمان لما شايفاكي انت امها وبتكبر وشايفه حب واهتمام، فالإحساس ممتع ورائع. وأنا متأكد أن في وسطينا يعني ممكن مشاركات، لكن كمان أكتر حد ممكن يشاركنا أختنا رنا، يعني هي أم وقادرة تحس إزاي يعني إحساس أنها عندها طفلة، وإحساس كمان أنه هي بنت لله. فلو تقدر تشاركينا حاجة في الموضوع ده. أكيد، أنا وأنا صغيرة فقدت بابايا، وكان إحساس صعب خالص لأنه كان أكتر حد قريب ليا.
بس ربنا خد معايا رحلة من ساعة بابايا ما توفى، وراني ازاي هو اب فعلا، وازاي انه حتى لو انا حاسة انه بعيد لكن هو لا يدع رجلي تزل ابدا، ودايما قريب مني. وفي اوقات كتيرة جدا بنفهم ان هو بعيد، لكن هو عمره ما بيبقى بعيد، ده بيبقى جوانا احنا من التعب بتاعنا، لكن عمره هو ما بيبقى بعيد ابدا، دايما بيبقى قريب مننا. يعني هو طبعا الاحساس الصعب اللي حضرتك وصلتوا لنا، ازاي وانت طفله فقدتي وجود الاب، يعني طبعا الرب يعني عزاك وشدد قلبك، لكن كمان ملا وغنى حياتك بالابوه الحقيقيه اللي انت بتحكي عنها. بس وانت بتحكي بجد جه في بالي كمان المشكله، ان في ناس عندهم الاب بس فاقدينه. يعني في ناس العلاقه في البيت بين البنت وابوها او الابن وابوه يعني موجود، وكانه يعني في فقدان بالانتقال، يعني ربنا يبارك الكل، لكن في فقدان كمان انه موجود بس كانه مش موجود. فاحساس الابوه ممكن يعني يكون موجود بس غايب، لكن الرب عمره ما كان بيغيب من المشهد، كل الوقت اب، وزي ما انت حكيتي يعني اب رائع، اب ممتع، اب حلو. عشان كده حقيقي يعني انا نفسي الوقت اللي جاي نشبع اكتر باحساس الابوه ده، نشبع اكتر باحساس التبني اللي جوانا ان احنا اصبحنا ابناء لله، جبلنا المسيح، صدقنا في عمله على الصليب من أجلنا، لكن أكبر نجلة حصلت في حياتنا صرنا أبناء وصرنا ورثة. يا أيوة أنا ابن، أنا ابن وابن غالي. لما الظروف تيجي عليا مش فارق معايا، لما وضعي المادي أو الاجتماعي أو مش لازم يعني يبقى أبويا غني غنى كبير، أو مش لازم أني مش عارف مستوانا المادي أو الاجتماعي، لا أنا راسي مرفوع لأن أبويا اللي أنا بعبده وبحبه غني غني، ابن وليه زي ما رنمنا شأن كبير، عشان أنا شاطر وإمكانياتي حلوة، لا علشان أبويا هو القدير، هو الرب لي كل المجد. عشان كده بصراحة الموضوع ده موضوع مهم جدا، نفسي أشجع كل إخواتي المشاهدين، يمكن شاعر وعندك إحساس بفقدان رهيب النهاردة، ربنا يملاك بشعور البنوة والتبني ده، تشعر كم أنت محبوب، كم أنت مقبول، كم أنت غالي عند الرب. ده نفسي يوصل ليك النهاردة وتتمتع ببنوة وتتمتع إزاي إن ربنا أب حقيقي ليك. نفسي نصلي ونشكر ربنا علشان الإحساس الرائع والممتع والحق اللي علمهولنا الرب النهاردة في كلامه، إن إحنا أصبحنا أبناء لي لكننا كمان ورثة معاه. ونشارك إخواتنا الغليين اللي بيشاهدونا، تعالوا كلنا نصلي مع بعض ونشكر الرب ونطلب لأجل كل حد بيشاهدنا كمان إنه يختبر نعمة الله ويكون ابن حقيقي لي. تعالوا نصلي مع بعض. يا رب من كل قلوبنا بنشكرك وبنعظمك، بنباركك يا رب علشان كل الذين قبلوك أعطتهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمك يا رب، صدقنا فيك وفي عملك، شكرا عشان صليبك، شكرا لأنك مت علشان تدينا الحياة والحياة الأبدية. أشكرك من كل قلبي يا رب، وإحنا بنتكلم عن التبني وإن إحنا أبناء وإن إحنا ورثة يا رب، قلوبنا بترجز جوانا فرحانين يا رب، فرحانين إن لينا أب عظيم وقدير ورائع زيك. بصلي وشكرك أنا وكل إخواتي، وبنصلي كمان مع إخواتنا المشاهدين في اسم المسيح يا رب. كل من لم يختبرك يا رب بيشاهدنا الآن، وإنت في مكانك بتصلي قل له نفسي أختبر اللي بيحكوه، نفسي أدوق يعني إيه إن أنا ابنك أو إن أنا بنتك، وأكون من النهاردة ابن ليك وبنت ليك، وأكون وارث حقيقي لشخصك في اسم المسيح يا رب. بنصلي من كل قلوبنا، كمل معانا بالبركة يا رب، ليك كل الكرامة وليك كل المجد. آمين يا رب، آمين آمين. فرحانين جدا بالوقت الرائع ده، ربنا يبارككم، أكيد لينا أوقات كتير نتقابل فيها ونتعلم كلمة الله. أخويا المشاهد، نفسي وإحنا بنختم عايز أسألك، يا ترى هل دقت طعم البنوة الحقيقية؟ هل اختبرت الأبوة إنك عندك أب يحبك وبيخاف عليك وممكن يضحي عشانك حتى الموت، يضع نفسه لأجلك، يموت علشانك عشان يكون ليك الحياة؟ عايز أقول لك المسيح مات علشانك عشان يكون ليك الحياة، اقبله هتكون ابن وتعيش معاه كل العمر. ربنا يباركك ويكمل معاك في اسم المسيح، آمين.